جمهور أهل السنة علماء الحديث أهل الحديث يقولون كالإمام ابن حجر العسقلاني من المحققين، كالإمام ابن الصلاح، كالإمام النووي في مقدمة الأذكار، يقولون أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في فضائل الأعمال. مر معنا قبل مجالس أن ذكرنا أن ورع أهل هذا الزمان منكوس في أمور فضائل الأعمال، يتورع يقول احتياط، يمكن هذا حديث ضعيف أحسن ما أعمل به احتياط لأكون غلط. يقول لا، حديث ضعيف وفي أعمال صالحة أعمل به احتياطا، ربما يكون هناك ما يصحح فعله. لأن كلمة حديث ضعيف ليس معناها أن النبي لم يقله. ما معنى كلمة حديث ضعيف؟ معنى كلمة ضعيف أن أحد حديث ضعيف أن أحد الرواة في السند إما يعني في آخر سنه خلط فيخشون أن يكون غفل، أو يكون حرقت كتبه فيكون في حفظه سوء، أو يكون هناك شك في التأكد من اسمه. فهناك احتمال كبير لأكثر الأحاديث الضعيفة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. ها؟ أكثر الأحاديث الضعيفة هناك احتمال كبير أن يكون رسول الله قد قالها، لكن نزلت من مرتبة الصحيح والحسن إلى الضعيف احتياطا. فلهذا الاحتياط في فضائل الأعمال أن تعمل، وليس الاحتياط في فضائل الأعمال تقول هذا حديث ضعيف لا تعمل. يا فلان الاكثار من الصيام في رجب، رجب شهر الله الحرام، قال لا أحاديث شهر رجب فيها ضعيفة، احتياطا ما نعمل بها. نقول احتياطا نعمل بها، لأن في الحديث أن النبي يقول لك اعمل كذا، احتمال يكون قال واحتمال لا يكون قال. إذا احتياطا سأعمل حتى لا أفوت على نفسي فرصة الأجر. فقط في الحلال والحرام الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بها. وحتى في الحلال والحرام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مذهبه يرى أن الحلال والحرام يؤخذ فيها في الأحاديث الضعيفة إذا لم ترد فيها حديث صحيح. المسألة التي لم يرد فيها حديث صحيح ولا حديث حسن، الإمام أحمد بن حنبل يرى تقديم الحديث الضعيف على القياس في مذهبه، بالرغم أن العلماء الآخرين يقدمون القياس عليه في الحلال والحرام. والإمام النووي يقول أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في الحلال والحرام في الورع. ما معنى في الورع؟ المعاملة هذه تجوز أو لا تجوز؟ البيع بهذه الطريقة حرام أو حلال؟ لم يرد فيها حديثا معينا، لكن هناك حديث ضعيف يقول أنها حرام. قال هنا يؤخذ ورعا بالحديث الضعيف فتترك المسألة تورعا، يستحب أن تترك أخذا بالحديث الضعيف. السائد اليوم في عقول الناس أن كلمة حديث ضعيف يعني ارميه إلى جانب، هذا كلام خطير وخطأ. الحديث الضعيف جمهور أهل السنة. تعرفون معنى كلمة جمهور؟ جمهور علماء أهل السنة، أي الغالبية يكاد يصل إلى الإجماع عند أهل السنة بأن الحديث الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال وما دونها. ما هو دون فضائل الأعمال؟ السير، المناقب، التواريخ. فكل حديث ضعيف يرد في سيرة أو يرد في تاريخ أو يرد في مناقب في فضائل الصحابة أو فضائل من يأتي من بعدهم أو في علامات الساعة يؤخذ بها يؤخذ بالأحاديث الضعيفة، إلا إذا اشتد الضعف إلى درجة الموضوع أو إذا عارضت حديثا صحيحا فيأخذ الحديث الصحيح مقدما عليها. اتضحت القاعدة هنا في العمل بالحديث الضعيف. نريد أن نؤكد على هذه المسألة. اليوم الشباب إذا أقبلوا على التدين صاروا يسمعون من يتكلم اليوم يقول حديث ضعيف ضعيف خلاص ضعيف يعني يرميه. لا، حديث ضعيف هناك احتمال كبير أن يكون رسول الله قد قاله. فالورع الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال عمل أهل العلم، الأخذ بالحديث الضعيف في المناقب، في السير، في التواريخ، في أشراط الساعة، في علامات الساعة. ولهذا